قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ويا ريت اللي ما سمعش الموسم الاول من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، او هتلاقيه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف اللي موجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الاجزاء القديمه مش هتفهم حاجه من اللي هنتكلم عنها النهارده. طبعا احنا اخر حاجه شفناها في الموسم اللي فات، وهو ان بعد ما تم تحرير القطر من الطبقيه اللي كان عايش فيها ليو ليتن وميلاني، ان في قطر تاني وراهم. بعد احداث كتير مسكهم القطر ده ووقف القطر بتاعهم، وكمان ميلاني كانت واقفه فوق القطر فوقعت، وبعد كده فتح باب القطر ودخلت اليكس بنت ميلاني. اليكس قالت لليتن وقتها ان ويلفرد طلب منكم الطلبات دي عشان يرضى يتحرك بيكم، ولو ما جبتوهاش خلال 12 دقيقه فهتبداوا تموتوا من البرد، وده طبعا لان القطر شغال بالطاقه اللي بيعملها وهو ماشي طول الطريق. المهم بسرعه قدر ليتن وكل اللي في القطر انهم يتعاونوا مع بعض ويجيبوا الحاجات التافهه اللي ويلفرد عاوزها، زي شويه بيض وجزر وحاجات تانيه تافهه. واثناء الكلام ده ميلاني كانت بره القطر وبتتواصل مع بن في الكابينه هو وخافي، وعرفت منهم ان بعد ما مسكت بيج اليس اللي هو قطر ويلفرد سنو بيرسر القطر اللي فيه الكل، حصل انقطاع في الاجهزه بتاعت سنو بيرسر، وبالتالي سنو بيرسر مش هتعرف تتحرك تاني من غير بيج اليس. فقالت لهم انها هتحاول تفصل الاسلاك بتاعت قطر بيج اليس عن سنو بيرسر يمكن ترجع لكم التحكم، وفعلا قدرت انها تكسر الاسلاك، وبالتالي رجع التحكم تاني لبن وخافي. وميلاني في الوقت ده كان معاها عبوه ناسفه فلزقتها على القفل بتاع قطر بيج اليس، وده طبعا عشان تمنعهم من انهم يفصلوا بيج اليس عن سنو بيرسر ويسيبوهم يموتوا. وفي الوقت ده ليتن كان جاب الحاجات اللي طلبها ويلفرد وسلمها لأليكس، في اللحظة دي بس اتحرك القطر، وطبعا ميلاني كانت تحت فنطت من المكان اللي هي فيه بسرعة قبل ما يسيبها القطر ويمشي، فللأسف بسبب الحركة دي اتقطعت حتة من بدلتها الحرارية، بس ما همهاش برضه وأخدت بعضها وركبت القطر بتاع بيج أليس بسرعة، وده طبعا لأن سنو بيرسر كان بعيد جدا عنها. المهم يا سيدي، ميلاني لما ركبت بيج أليس شافت قدامها كيفن، وده واحد من قسم الضيافه اللي شغالين في بيج اليس، واحنا قلنا الموسم اللي فات ان قسم الضيافه يبقى زي الاداره بالظبط. وقتها اخذها كيفن ووداها لويلفرد واللي كان بيتكلم مع ميلاني بكل برود جدا، ومره واحده عشان يغيظها دخل عليها اليكس بنتها. فوقتها اتصدمت ميلاني جدا لانها كانت فاكره انها ماتت من زمان. ما هو اصل الحكايه يا صديقي ان قبل ما القطر يطلع زمان اليكس بنت ميلاني كانت لسه في البيت، والمفروض انها كانت هتجيبها وبعتت حد فعلا عشان يجيبها من البيت، بس ميلاني ما قدرتش تستنى واخدت القطر وهربت بيه من غير ويلفرد، وانا شرحت لك ليه في الموسم اللي فات. وقتها ويلفرد عرف يجيب البنت بنت ميلاني واخدها معاه القطر عشان طبعا يغيظ بيها ميلاني ويساومها بيها لو اضطر الموضوع. ولكن المشكله ان حاليا اليكس انتمائها الكامل لويلفرد عشان هو طبعا اللي انقذها، فلسه ميلاني عاوزه تتكلم مع اليكس شويه وتفهمها اللي حصل، راح اخدها ويلفرد وحبسها، وبعد شويه طلعها تاني ووداها لاتنين دكاتره شكلهم غريب اسمهم دكتور هيدوود. والدكتورين دول عرفوا ان دراع ميلاني اتصاب بره بسبب ان البدله كانت بتسرب، فقالوا لها احنا تطورنا جدا في العلاج وحاليا معانا علاج للحروق بتاعت التلج من الدرجه القصوى، وفعلا حطوا لها حاجه زي كريم كده على دراعها وسابوها ترجع لويلفرد تاني وقريب جدا هتخف. وهناك ميلاني اتاكدت انها زمان لما سابت ويلفرد كانت بتعمل الصح، لانها لقيته عايش في رفاهيه عاليه جدا وكمان مشغل الكل كعبيد عنده. ففضلت ميلاني قاعده عنده وبتحاول تتناقش معاه عشان يسيب القطر، بس من الناحيه التانيه قطر سنو بيرسر الكل فيه كانوا بيحاولوا يحطوا خطط عشان يهجموا على اي حد يطلع من بيج اليس. واثناء ما ليتن مشغول في الكلام ده، بايك صديقه كان بيعمل تجاره مع سكان بيج اليس من وراه، يعني مثلا يديهم برتقال وتفاح وهم يدوا له حشيش، وده لان بيج اليس ما عندهمش رفاهيه الاكل والشرب اللي عند سنو بيرسر. بس لما عرف ليتن بموضوع التجاره ده راح خلى بايك يخليهم يفتحوا الباب تاني عادي جدا كانه بيتاجر معاهم، وفي الوقت ده راح هجم ليتن على قطر بيج اليس وبداوا يقتلوا في كل الناس اللي فيه، وكمان اخذوا كيفن رئيس الضيافه بتاعت بيج اليس كرهينه. وقتها عرف ويلفرد ان ليتن واللي معاه اقتحموا القطر وهيستولوا عليه في لحظات، فامر بسرعه بارسال بوب، وده واحد عملاق جدا وشكله غريب جدا. الراجل ده اول ما راح لليتن ورجالته بدا يضرب فيهم بكل وحشيه، وكمان فتح عليهم فتحه تهويه كانت بتجيب هواء متلج جدا من بره القطر، فبسرعه اخذ ليتن الكل ورجع بيهم على سنو بيرسر قبل ما الهواء ده يقتلهم. وبوب ده هنفهم حكايته ايه كويس جدا بس قدام. المهم حاليا ان بيج اليس بقت تمام، وويلفرد اتعصب من اللي عمله ليتن وقال لميلاني انا بحذرك لاخر مره، هتدوني القطر ولا لا؟ فطبعا برضه قالت له لا، فراح لاليكس بنتها وقال لها تفصل بيج اليس عن سنو بيرسر ويسيبوهم يموتوا، وبعد شويه لما الكل يموت يرجعوا تاني وياخدوا برضه القطر،
لان زي ما شرحت لك من شويه لو بيج ال سابت سنو بيرسر فالكهرباء كلها هتقطع وكله ما يموتوا. ولكن اللي حصل هو ان لما حاولت اليكس تفك بيج اليس عن سنو بيرسر راحت انفجرت العبوه الناسفه اللي حطتها ميليني من شويه قبل ما تركب القطر، وبالتالي النظام بتاع الاف باظ وبيج اليس بقت جزء من سنو بيرسر. فمن غير كلام كتير قام امر ويلفرد رجالته ياخدوا ميليني ويرجعوها السجن. من الناحيه التانيه في سنو بيرسر، ليتن حاليا بقى متجوز زارا وساكنين مع بعض في اوضه واحده، وده طبعا بسبب ان زارا حامل منه زي ما قلنا قبل كده. المهم بتيجي تيل وبتاخد ليتن من اوضته وبتقوله ان في واحده من سكان الديل اتخطفت واتضربت واتشوهت وبعد كده رجعوها تاني، فعينها ليتن عشان تحقق في الموضوع ده وتعرف ايه هو اللي حصل، لان هو حاليا ورا مليون حاجه. وفعلا بدات تيل تبحث في الموضوع ده، اما ليتن فراح مع روش رئيس شرطه سنو بيرسر على كيفن اللي خطفينه من قطر بيج اليس، وعرفوا منه بعد ضغط كبير انهم تقريبا 100 واحد موجودين في بيج اليس، وانهم كمان جعانين جدا جدا عشان ما عندهمش الاكل الطازه اللي موجود في مزارع سنو بيرسر. وفجاه وبدون مقدمات ليه كل ان ويلفرد بعت رساله، فجت روس من قسم ضيافه سنو بيرسر وقرت الرساله وراحت بيها على طول لليتن وروش وتيل، وقالت لهم ان ويلفرد عاوز يعمل تبديل بين ميلاني وكيفن، وفعلا وافق ليتن على طول وراح عند الباب اللي بين قطر بيج اليس وسنو بيرسر وشاف هناك ويلفرد، وحصل التبديل بين ويلفرد وليتن بكل امان. وقتها لما هديت الدنيا وكل حاجه استقرت قامت اخذت ميلاني ليتن وراحت بيها على طول على وحده التحكم عند بين وخافي، واول ما وصلت قالت لهم كالاتي: اول ما كنت بره شفت في تلج بينزل من السماء، وده مستحيل جدا انه يحصل حاليا، ان لو معناه ان الجو بره حرارته بتزيد من تاني. فالكل اتصدم وفي نفس الوقت فضلوا يفكروا مع بعض في ان ازاي الكلام ده ممكن يحصل رغم ان الدنيا بره لسه تلج ودرجة الحرارة موجودة عندهم ما زادتش خالص. فخلتهم ميلاني يبعتوا في السماء جهاز يقيس درجة الحرارة من فوق السحب، ووقتها لقيوا ان فعلا درجة الحرارة بدأت تزيد في السماء. فرحوا الكل جدا لان ده اكتشاف عظيم جدا للكل، ولكن قالت ميلاني ليتن ان للأسف محتاجين اجهزة ومعدات كتير من قطر بيج اليس، وبالتالي محتاجين نبعت دعوة لويلفرد عشان يجي هنا وننسخ خلافاتنا ونقول له على الاكتشاف ده. وفعلا تم ارسال دعوة لويلفرد عشان يجي سنو بيرسر ضروري. في الوقت ده ويلفرد كان قاعد مع كيفن اللي بدله بميلاني، وفضل يساله عن سنو بيرسر وكمان عن ان كان في اي حاجة معينة قالها كيفن لليتن، فقال له انهم عرفوا باننا جعانين جدا جدا. اتعصب ويلفرد وخلاه يقتل نفسه بكل وحشية. وبعد شوية كانت وصلت الرسالة بتاعت ميلاني وليتن لويلفرد، وعرف ان في اكتشاف علمي لقيوه ومحتاجين ويلفرد ضروري. فلقي ويلفرد ان ظهوره في سنو بيرسر هيخلي الناس اللي بتحبه تشوفه، وبالتالي اعوانه يبانوا ويزيدوا اكتر واكتر، فاخد بعضه وراح لهم على هناك. طبعا الكل استقبلوه استقبال كويس جدا واخدوه لغايه المطعم بتاع القطر، وقعد هناك مع ليتن وميلاني وقالوا له كل حاجه. ففي اللحظه دي زعل جدا ويلفرد لانه كده مملكته ممكن تخلص وما يبقاش في عنده حاشيه او خدم لانهم هيسيبوا القطر ببساطه. فقالت له ميلاني ان في واحد لازم يروح مركز البحث اللي موجود في جبال روكي ويقعد هناك لمده شهر عشان يلم معلومات، وبعدها يرجع تاني القطر ويقول لنا المعلومات دي. فوافق ويلفرد يساعدهم بس على شرط ان ميلاني هي اللي تروح لمركز البحث ده. وافقت ميلاني عشان تثبت لبنتها انها مش بتفكر في نفسها وبس، يمكن مثلا ترجع تحبها تاني وبس. يا سيدي خلص الاجتماع فعلا، وبدا ويلفرد يحيي كل الناس اللي بيحبهم بعلامه الثلاث صوابع اللي بتدل على حرف الدبليو. فاتصدمت تيل وجريت بسرعه على ديل القطر وشافت البنت اللي عينها ليتن عشان تحقق في جريمه التشويه اللي عملوها لها ناس مش معروفه. ففي اللحظه دي شافت تيل ان ايد البنت دي واللي اسمها ليتس مقطوعه صوابعها ومتسابت الثلاث صوابع اللي في النص عشان يتعملوا على شكل حرف الدبليو واللي هو اختصار لويلفرد. عرفت على طول ان حد من اعوان ويلفرد اكيد هو اللي عمل لها كده، فراحت عشان تقول ليتن بسرعه. بس المشكله ان في حاجه عجيبه وغريبه حصلت في الوقت ده، وهو ان زارا مرات ليتن كانت في العياده بالصدفه فشافت هناك جوزي، جوزي اللي المفروض ان ميلاني حبستها في اوضه متلجه في الموسم اللي فات، وهي فعلا دي جوزي ولكن محروقه خالص خالص بسبب التلج اللي شافته في الموسم اللي فات. فجه الدكتور بتاع المكان وقال لزارا ان البنت دي جابوها اتنين رجاله وهي حالتها متدمره خالص. فبسرعه راحت زارا ليتن وقالت له ان جوزي لسه حيه. فكان ليتن وهو مصدوم جدا لغايه ما وصلها، وسبحان الله فاقت هي كمان في نفس اللحظه. وقتها ليتن كان مصدوم وفي نفس الوقت فرحان ومش عارف يقول ايه، فندم باقي سكان الديل والكل كانوا فرحانين جدا لانهم بيحبوا جوزي. وفي اللحظه دي بداوا الكل يبصوا ليتن على اساس انه خاين شويه،
عشان يتجوز زارا البنت اللي اساسا كانت السبب في ان ميلاني تقبض على جوزي زمان وتعمل فيها كده. عامة خلينا نسيب ليتن شوية ونروح نشوف ويلفرد اللي كان بيحاول يعمل خطة عشان يتغلب بيها على ميلاني. فاكر بقى بوب الراجل اللي كان شكله ضخم وغريب جدا؟ الراجل ده شكله كده لان ويلفرد بيعمل عليه ابحاث يومية وبشكل مستمر بمساعدة الدكتورين هيدوود، والابحاث دي كانت بتخلي بوب يقعد في درجات البرد العالية جدا لغاية ما يتحرق جسمه بالكامل، وبعدها يستخدموا الدكتورين الكريم اللي بيعملوه دايما ده عشان يخلوه يخف، وكمان عشان يدي جلده قوة كبيرة، وبالتالي المرة التانية اللي يشوف فيها البرد يعرف يستحمله اكتر واكتر. ويلفرد كان بيحاول الفترة دي انه يسرع من بحثه على بوب عشان عاوز قبل ما ترجع ميلاني من جبال روكي انه يعمل حاجة هنعرفها بعدين. وبالحديث عن ميلاني، ميلاني كانت محتاجة قبل ما تنزل من القطر شوية حاجات من بيج أليس، فراحت للقطر ده فعلا عشان تاخد الحاجات اللي محتاجاها، فخلى ويلفرد أليكس هي اللي تدي ميلاني الحاجات اللي هي عاوزاها عشان يغيظها أكتر وأكتر. بس الحمد لله كانت أليكس سامحت أمها لأنها أدركت قد إيه أمها ندمان على اليوم اللي سابتها فيه وهربت بالقطر، وكمان أكيد إنها اتغيرت خالص عن زمان. اما ميلاني فبعد ما اتصالحت هي وبنتها وكمان اخذت اللي هي عاوزاه من بيج أليس، راحت اخذت بعضيها ونطت من القطر على مكان قريب من الجبل وسابها القطر ومشى. ويلفرد بعد فتره بعت رساله ليتن وقال له ان ممكن يعالج كل المصابين بحروق من التلج بسبب الخناقه اللي حصلت قبل كده بين سكان سنو بيرسر وبوب، فوافق ليتن واخذ بعضه وراح يستقبل الدكتورين هيدوود ويخليهم يعالجوا كل المرضى اللي عنده، وفعلا قدروا يعالجوا كل المرضى المحروقين بشكل رهيب جدا وفعال، ما عدا جوزي لانهم اول ما شافوها قالوا ان دي محتاجه تيجي المعمل عندنا لانها محتاجه حاجات كتير غير اننا نديها من الكريم بتاعنا وبس. فوافق ليتن وطلب من جوزي تبقى كمان العين بتاعتهم عند قطر بيج أليس لما ربنا يكرمها وتخف. وبعد شويه اخذوا سكان الديل جوزي ووصلوها لغايه بيج أليس وسابوها ومشيوا عشان كان ممنوع جدا ان اي حد يروح معه. عارف بقى يا صديقي المشكله فين؟ المشكله ان ويلفرد كان بيحب اودري، واللي اتمنى تكون فاكرها من الموسم اللي فات، واودري دي قلنا قبل كده انها اساسا مغنيه في القطر. ويلفرد كان بيحاول يوصل لسنو بيرسر من زمان مش بس عشان خاطر ياخد القطر بتاعه من ميلاني، ولكن كمان عشان يرجع لاودري تاني. فلما لقي ويلفرد ان الاحوال بقت تمام بين القطرين، راح بعت رساله لليتن بيطلب فيها دعوه لعربه الاستعراض اللي بتغني فيها اودري. فراح ليتن لاودري وعرف منها ان اودري زمان وهي صغيره كانت تعتبر عبده عند ويلفرد، وده كان مخليها كارهه نفسها 24 ساعه، بس بعد كده قدرت ان هي تهرب منه لان ميلاني ما اخدتهوش على القطر زمان، وهي حاليا مش بتحبه ولكن هتوافق انها تمثل انها بتحبه عشان تبقى العين بتاعت ليتن مع ويلفرد. فلما لقيها ليتن وافقت على دعوه ويلفرد للعربه بتاعت الاستعراض بتاعتها، راح هو التاني بعت دعوه اودري لويلفرد. واخر الليل لما جه ويلفرد كان في حدث كبير الاول قبل ما يقابل اودري، وهو ان بن وخافي في اوضه التحكم هيبعتوا جهاز في السماء عن طريق البالونات اللي موجوده فيه عشان تقدر ميلاني منه تاخد المعلومات اللي هي عاوزاها عن الارض، وكمان عشان خافي وبين والكل يعرفوا ان ميلاني لسه حي على الاقل، بس طبعا ده هياخد شويه وقت. فرح ويلفرد اثناء الكلام ده يتفرج على العرض الغنائي بتاع اودري لغايه ما تيجي اي اشاره من ميلاني. ويلفرد اول ما شاف اودري تقدر تقول ان مخه ضرب او اتجنن جدا لدرجه مش طبيعيه، وتقدر تقول برضو ان حصل نفس الكلام مع اودري عشان افتكرت ماضيها الصعب معاها، فبمعنى اصح الاتنين اتصدموا. وبعد ما استمتع ويلفرد بالعرض ده وسلم كمان على اودري، راح ليه ان بن وخافي بيقولوا للكل ان ميلاني عملت اتصال مع الجهاز اللي بعتناه في السماء، وبالتالي هي لسه حيه. طبعا الكل فرح جدا ما عدا ويلفرد لانه كان نفسه انها تكون ماتت. بعد ما زعل راح اخد بعضه ورجع القطر بتاعه، وهناك جوزي رغم انها كانت تعبانه جدا الا انها برضه كانت بتحاول تبقى عن ليتن على قطر بيج أليس، فشافت جوزي ان الدكتورين هيدوود بيجهزوا بوب جامد جدا عشان يستحمل درجه الحراره الساقعه جدا بتاعت بره، وده لحاجه ضروريه جدا هي مش فاهماها ولا عارفاها لغايه دلوقتي. فراحت كتبت الكلام ده في رساله وبعتتها ليتن، وليتن كان بيستلم الرسائل اللي زي دي عن طريق التجاره اللي بايكي كان بيعملها مع سكان بيج أليس، واللي هي عبارة عن مخدرات مقابل أكل وشرب. فليتن لما كانت بتوصل له الرسائل دي كان ما بيبقاش فاهم هو ليه ويلفرد بيجهز بني آدم زي بوب عشان يطلع بره القطر،
بس لسه ملحقش يفكر لقي ليتن ان ويلفرد بعت دعوة عشان يخلي اودري تيجي بنفسها عنده وتتغدى معاه. طلب منها ليتن هو وبين وخافي انها توافق فعلا وتروح له، وتحاول انها تفك لوحة التحكم اللي عند ويلفرد وتوصل فيها شوية توصيلات معينة عشان تخلي بن وخافي من سنو بيرسر يسمعوا كل حاجة يقولها ويلفرد في بيج أليس من غير ما يحس. فوافقت أودري وراحت فعلا لويلفرد، واللي من أول ما قابلها كان عاوز يشيلها من على الأرض شيل من كتر حبه الغير طبيعي ليها. أما أودري فأول ما وصلت للوحة التحكم اللي كانت هناك كان معاها مفك عشان تفك بيه لوحة التحكم وتعمل التوصيلات، ولكن للأسف المفك ده اتكسر عشان كان رفيع جدا، فلغت العملية خالص وفضلت قاعدة مع ويلفرد عادي جدا جدا. بس من الناحية التانية عند سنو بيرسر، تيل كانت مازالت بتدور على الشخص اللي شوه ليتس وضربها. فأول توقع وتوقعاته تيل بأنهم هما اللي يكونوا عملوا حاجة زي كده، فهما فريق الاختراق، وده الفريق اللي بيصلح أي حاجة برا القطر، وده طبعا بالبدلات. ولكن الفكرة هنا هي أن فريق الاختراق ليه أساسا تيل شكت فيه؟ لأنهم بيدعموا ويلفرد جدا 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 جدا. وقتها حاولت تيل تسألهم إن كانوا هما اللي عملوا كده ولا لا، بس ما ادوهاش أي رد مقنع خالص، فأمنت 100% إنهم هما اللي عملوا كده. وفي الليل جات رسالة تانية من جوزي بتقول فيها ليتن إن فريق الاختراق النهارده بالليل مش أكتر من كده. بسرعة جري عليهم ليتن عشان كان فاكر إن معنى الرسالة دي إن هما هيعملوا حاجة في سنو بيرسر الليلة، لكن اللي حصل هو إن مجموعة معينة مش باين هما مين مسكوا كل فريق الاختراق وقتلوهم واحد ورا التاني بأبشع الطرق الممكنة، ما عدا بوكي هو الوحيد اللي ما اتقتلش عشان ليتن كان عنده. ومرة واحدة اشتغلت صفارة الإنذار، وفي نفس اللحظة كان ده الوقت اللي هترجع أودري فيه من عند ويلفرد. بس للأسف لما لقيت أودري صفارة الإنذار شغالة بشكل مخيف كده راحت قررت ما ترجعش سنو بيرسر تاني وتكمل حياتها مع ويلفرد. وقبل ما نعرف هو ايه الانذار اللي اشتغل ده وايه اللي بيحصل، تعالى نشوف الاول ايه اللي حصل مع ميلاني. ميلاني اول ما سابت القطر وهي ماشيه بالمزلاج بتاعها عشان توصل لمركز البحوث اللي عند التلج، ولكن المزلاج بتاعها غرس في التلج ومعرفتش تطلعه، ما قدرتش تستنى او تحاول تطلعها بالتلج اكتر من مره لان البطاريه بتاعت البدله بتاعتها قربت تخلص. فاخدت البطاريات اللي اخدتها من القطر قبل ما تنزل وراحت بيهم على مركز البحوث ماشي، لانه كده كده كان قرب خلاص. وسابت طبعا المزلاج بره وهو عليه اغلب الاكل بتاعها، وفعلا دخلت جوه مركز البحوث. وهناك ميلاني ما لقيتش غير جثث الناس اللي كانت قاعده في المكان ده قبل نهايه العالم. المهم هي ما اهتمتش وراحت على طول عشان توصل البطاريات اللي معاها بوحده التحكم اللي في المكان، وبعد محاولات كتير عرفت تشغل الكهرباء في المكان وشغلت التدفئه اخيرا، وكمان طلعت بره مسحت الالواح الشمسيه عشان تولي الطاقه طول النهار. واثناء ما هي بتعمل كده حست مره واحده بهزه في المكان مش طبيعيه، فطلعت للمزلاج بتاعها بره ولقيته متدمر خالص هو والاكل اللي كان فيه عشان نزل عليه جزء من الركام التلجي. فزعلت جدا ميلاني لان هي حاليا معهاش غير وجبه واحده بس، ومفروض انها تقعد هنا ل 30 يوم لغايه ما يجي لها القطر تاني. فبدات تحاول تقسم الوجبه اللي معاها على 30 يوم، وفي نفس الوقت بدات تحاول تلتقط اشاره اجهزه الطقس اللي كانت سنو بيرسر بترميها في الهواء، وده طبعا عشان تعرف انهي منطقه حوالين العالم تبقى اسخن من الثانيه وبالتالي يعيشوا فيها. ولكن المشكله كانت ان ميلاني بدات تهلوس وتتخيل ناس مش موجوده طول الوقت، وده برضو بسبب قله الاكل، لغايه ما في يوم من الايام صحيت لقيت ان البسكوت بتاعها اللي كان معاها من الليل اتاكل كله لوحده. فعرفت على طول ان اكيد في فار في المكان، ودي حاجه غريبه ومستحيله. المهم انها عملت مصيده للفار وكملت شغلها برضو مع اجهزه الطقس. وبعد شويه لقيت ميلاني ان فعلا في فار ووقع فعلا في المصيده بتاعتها، فطلعته من المصيده وخليته يهرب، وهي فضلت تجري وراه لغايه ما عرفت المكان اللي الفار ده قاعد فيه، وهو ورا الحيطه بتاعت المركز عند مكان بيسمى بالفوهه الجيوحراريه، ومفهوم الكلمه دي يعني انه مكان سخن وقابل للحياه. فبس يا سيدي كده ميلاني لقيت اكل كتير يكفيها فتره طويله، طبعا اكلت وارتاحت ورجعت كملت شغل. وفي اللحظه دي قدرت ميلاني تلتقط اشاره اجهزه الطقس كلها ما عدا اخر واحد، ولسه تلتقطه راحت الاشاره ضاعت لان العمود اللي بيلتقط الاشاره بره وقع من شده الرياح. فبما ان ميلاني مهندسه في الاساس فعرفت تلاقي طريقه ترفع بيها العمود من تاني، ودخلت جوه واخيرا التقطت الاشاره بتاعت كل اجهزه الطقس واخدت البيانات اللي هي عاوزاها، وبقت حاليا جاهزه ان القطر اخيرا يجي وياخدها. وفضلت ميلاني مستنيه يوم واتنين وتلاته وبرضه القطر ما جاش، ولكن مره واحده
سمعت صوته من بعيد فجريت عليه، لقيت ان القطر ماشي بسرعة عالية جدا ومش راضي يوقف لها، وبنتها من الازاز بتاع القطر بتصرخ وبتنادي على امها. طب لحظة، هو ايه اللي حصل بجد في القطر؟ اللي حصل يا سيدي هو ثلاث حاجات غريبة جدا اتبنت عليهم بعد كده حاجات اغرب. اولا اخد ويلفرد اودري وراح بيها عند كيفن، ايوه كيفن اللي خلاه ويلفرد يقتل نفسه قبل كده، ولكن عرفنا بعد كده انه وقتها عالجه ومرضيش يخليه يموت، لان هو عمل معاه كده في الاساس عشان يكسره مش اكتر. وكمان هو جاب اودري لعند كيفن عشان يخليها تغسل دماغه من اول وجديد وترجعه عبد ويلفرد، لان اودري شاطره جدا في الحاجات النفسيه اللي زي دي. وفعلا بعد شويه جابته اودري ويلفرد وخلته يلحس جزمته، وده حرفيا حصل، يعني قمة اليعة. تاني حاجة حصلت بقى وهو فريق الاختراق اللي اتقتل كله ما عدا بوكي بدأ يعمل بلبلة في القطر كله، لأن الكل كان متهم سكان الديل في كده. عشان لو فاكر فأنا قلت من شوية إن تيل اتهمت بوكي وكل فرقته إنهم هما اللي شوهوا ليتس اللي من سكان الديل، بس في الحقيقة مش سكان الديل اللي عملوا كده. وأثناء ما تيل كانت قاعدة هي وليتن مع بوكي جنب الجثث، شافت القسيس لوغان قسيس القطر قاعد مع بوكي وبيوسيه وبيديله سلسلة غريبة، فما اهتمتش قوي وسابت المكان وفضلت تحقق في الموضوع ده. فهي في مسرح الجريمة لقيت زرار واقع على الأرض من الناس اللي قتلت فريق الاختراق، فأخدته وراحت لسوايلرز زميلها القديم واللي حاليا بالمناسبة يعني بسبب مشاكله كتير زمان بقى شغال كعامل نظافة. فهي راحت له عشان تطلب منه يعرف لها مين صاحب الزرار ده، فأخدها فعلا وراح بيها عند واحدة ست كبيرة في السن بتبيع لبس عليه زراير زي اللي مع تيل، واللي هي عبارة عن علامة عليها حرف W يعني اختصارا لويلفرد. وهناك فعلا قالت لهم الست دي ان كان معاها جاكيت كبير فيه زراير زي دي، واخدتها واحدة طويلة وسمرة شوية من الدرجة الاولى، فعرفتها تيل على طول واخدت ليتن وراحوا لها وقالوا لها احنا فتشنا لبسك ولينا جاكيت ناقص منه زرار ولينا الزرار ده في مسرح الجريمة. فعلى طول اعترفت بانها كانت واحده من اللي قتلوا فريق الاختراق. وبتبص تيل على ايد الست دي لقيتها ماسكه سلسله زي السلسله اللي شافت القسيس لوغان الصبح بيديها لبوكي، فقالت تيل ليتن يجي معاها عند لوغان بسرعه. بس مره واحده وبدون مقدمات حصل اضطراب كبير في القطر، وكل الطبقات قلبت على سكان الديل عشان عاوزين يحاسبوهم على اللي عملوه في فريق الاختراق. ومش بس كده، دول كمان مسكوا بايك وكانوا ناويين يقطعوا ايده كعقاب ليه. فرح لهم ليتن وتيل كملت لوحدها عند القسيس لوغان، وفعلا بمجرد ما راحت له وواجهته بكل اللي حصل النهارده راح اعترف لها على طول وبكل بجاحه ان هو اللي عمل كده، وهو كان قائد الناس اللي قتلت فريق الاختراق، وهم عملوا كده عشان يخلوا القطر كله يكره ليتن اكتر واكتر عشان هو من سكان الديل، وبالتالي يطلبوا رجوع ويلفرد. فعلى طول بدات تيل تتخانق معاه، بس هو هرب منها وكان ناوي يقتل نفسه عن طريق انه يتنفس هواء من اللي بره القطر، لكن لحقته تيل قبل ما يموت وقبضت عليه. اما بقى ليتن فلما راح لكل الطبقات التانيه ليهم ماسكين بايك وعاوزين يعاقبوه، فقال لهم صدقوني مش سكان الديل اللي قتلوا فريق الاختراق، بس هم برضو اصروا ويقطعوا ايد بايك، فخلهم ليتن يسيبوا بايك ويمسكوا فيه هو عشان يقطعوا ايده. بس وقفتهم روس على اخر لحظه وقالت لهم انا زمان كنت بقطع ايد الناس ظلم، وانتم مش عاوزين ابدا تعملوا كده في القائد بتاعكم اللي ما ظلمكمش، لكن لو مش عاوزينه فتقدروا بكل سهوله انكم تطلبوا تغييره. وفعلا رجعوا لكل اوضهم تاني وشغلوا انوار لونها بامبي، ودي علامه فيما معناها اننا عاوزين ويلفرد، وده اللي ويلفرد كان مستنيه من بدري. فلما شاف الكلام ده ويلفرد فرح جدا وراح امر الدكاتره بتوعه انهم يرسلوا بوب بره القطر عشان ينفذ. فما كملوش شويه اهل سنوبيرسر ولقوا ان في تسريب ميه في اكتر من 3 عربيات. في الاول بن وخافي كانوا فاكرين انه مجرد تسريب عادي جدا وهيتصلح، وفعلا راحوا يصلحوه، بس التسريب ده بدا يزيد زياده عن اللزوم لدرجه ان العمال وهما بيصلحوا التسريب لقوا ان في فيضانات كبيره جدا في وشهم. فعرف ليتن بالموضوع وعرف كمان من بن ان اللي بيحصل ده بسبب ان في حاجه مخليه مدخل الميه بتاع القطر مفتوح دايما، وبالتالي بتدخل كميه كبيره من التلج اللي بيتحول لميه. والمفروض دلوقتي اننا نبعت فريق الاختراق اللي ما تبقاش فيه غير بوكي عشان يصلح المدخل بتاع الميه، والا كلنا هنموت. فراحوا ليتن وتيل لبوكي ولقيوه قاعد متعصب جدا لانه مازال فاكر ان سكان الديل هم اللي قتلوا زمايله، ومصدقش خالص ان ممكن يكون القسيس لوغان هو اللي عمل كده. بس مع ذلك برضه فلما شرحوا له الوضع مرضيش يقول لهم لا، وراح لبس بدلته وطلع بره القطر وليه ان في مسمار عملاق جدا منع مدخل الميه انه يقفل،
بيشيلها بعد تعب كبير وبيرجع القطر تاني. وهناك بوكي كان موقن 100% ان ويلفرد هو اللي عمل كده عن طريق بوب اللي معاه، وده انه ليه التلج اللي على القطر بره متشال. ومن اللحظة دي بوكي اتأكد 100% ان ويلفرد زبالة جدا ونيتن هو النظيف. لكن هل تعتقد ان المشاكل كده خلصت؟ للأسف لا، لان ترك مدخل المية مفتوح الفترة دي كلها بوظ شريحة مهمة جدا في المحرك، محتاجين القطعة دي تتغير خلال وقت قليل جدا وإلا برضو كلنا هنموت. بس المشكلة مع ليتن انه ما يقدرش يطلب من ويلفرد القطعة دي، عشان هو اكيد هيطلب انه يجي القطر ويركبها بنفسه، ودي فعلا مشكلة، لان الناس لو عرفت انهم كانوا هيموتوا ويلفرد هو اللي انقذهم فهتزيد كمية الناس اللي بتحبه اكتر واكتر، وكمان ممكن يحصل انقلاب المرة دي على ليتن. ولكن برضو طلب ليتن القطعة من ويلفرد ويحصل اللي يحصل. وجه بعد شوية ويلفرد وكان مدخله ليتن لغاية عربة المحرك بكل تخفي. بس المشكلة التانية اللي حصلت هي انهم بمجرد مركبوا القطعة اللي جابها ويلفرد للنظام، النظام كله باظ والمحرك عطل. فعرف ويلفرد من خافي وبين ان ميلين زمان عملت تعديلات على النظام تخليه ما يوافقش على اي قطعة ويلفرد اللي جايبها. فمسك ويلفرد الميكروفون بتاع سنوبيرسر بسرعة وقال لكل العمال يروحوا يعملوا اعادة تشغيل لكل انظمة سنوبيرسر. وفعلا تم اعادة التشغيل والقطر اشتغل من تاني، وحصل اللي كان خايف منه ليتن، وهو ان القطر كله طلب بعزل ليتن ورجوع ويلفرد. فليتن كان زعلان جدا جدا لان الناس مش عارفة وش ويلفرد الحقيقي، بس ما كانش عنده حل غير انه فعلا وافق ورجع ويلفرد لسنوبيرسر تاني، وتم القبض على روش وكمان ليتن. بس الفكرة ان الموضوع ما كانش واضح وباين الكل، لان بمجرد رجوع ويلفرد لسنوبيرسر وهو بدأ يفرق الناس من على القطر، يعني مثلا بدل ما كانوا خافي وبين شغالين مع بعض خلى خافي يروح لبيج أليس وبين زي ما هو في سنوبيرسر. وكمان روش ما اتحبس في حبس عادي، بل دخله هو وعيلته جوه السبات، وليتن اتحط في أوضة السماد العضوي اللي هو لا مؤاخذة يعني اللي يعني المهم انهم حبسوه هناك وبيتعامل معاملة وسخة جدا. فبعتت زارة رسالة لجوزي عن طريق الطفلة الصغيرة اللي بتسكن معهم في الديل عشان تبدأ تدور على ليتن وتلاقيه. ولكن جوزي كانت في حوار أكبر من ده حاليا، وهو ان من بعد ما بوب خرب الدنيا في سنوبيرسر وهو رجع وجسمه كان متجمد ومحروق جدا، وللأسف ما قدرش يستحمل المرة دي ومات. وقتها لما شافت جوزي بوب وهو ميت بسبب التلج، قررت تشوف ان كانت المادة اللي عطوها لها الدكاترة دي خلتها فعلا منيعة للتلج ولا لا. فحطت ايدها برا التلج فلقيت انها مش بتتوجع نهائيا، بل كمان حاسة بالفرح. فقولها الدكتورين هيدوود وشرحوا لها انهم كانوا بيجربوا على بوب من زمان اختبارات كتيرة جدا لغاية ما وصلوا للتركيبة المثالية اللي بتخليك ضد التلج، ودي التركيبة اللي استخدمناها عشان نعالجك. عامة بعد شوية جات الرسالة فعلا لجوزي من زارة، فراحت لليتن واطمنت عليه وقالت له انها هتعمل المستحيل عشان تطلعه. بس ليتن ما كانش عامل حسابه وهو كالآتي: روز كانت قاعدة حاليا مع ويلفرد وكم واحد تاني، فويلفرد حب يشوف ان كان وفقها ليه عالي جدا ولا لا، فطلب منها تطلع قدام السكان القطر كله وتقول لهم ان القطر مش هيقف لميلاني لما يقربوا عليها، بل كمان مش هيعدوا جنبها. فطبعا رفضت روز جدا فطردها من قسم الضيافة وامر بحبسها جنب ليتن. واخر الليل سمع خافي صوت ميلاني على الراديو فطفى بسرعة عشان ويلفرد ما يعرفش انها لسه حية، عشان دي كانت اول مرة يتواصلوا معها من مدة طويلة، وبمعنى اصح الكل كان فاكرها ماتت. فبدون مقدمات راح دخل خافي الحمام وحط رسالة ليتن في صباع روج ورمى في الحمام عشان يطلع له من الناحية التانية. وفعلا بعد شوية كانت وصلت الرسالة واللي بتقول ان خافي قدر يتواصل مع ميلاني وانها لسه حية. فتشجعوا روز وليتن وبدأوا يخططوا للهروب من المكان ده اللي هما فيه، فاتفقوا مع بعض انهم هيقتلوا الحارس ويهربوا على خافي على طول. وفعلا بيستنوا الحارس عشان يجيب لهم الاكل، فراح مسك ليتن دراعه وفضل يغزه بحتة ازازة لقيها في المكان ده، وبعد ما مات الراجل راحوا اخدوا المفاتيح بتاعته وطلعوا من المكان. واثناء ما هما ماشيين شافوا ليتن وروس اليكس بنت ميلاني محبوسه في السجن، عشان عارضت برضه هي كمان ويلفرد وكانت مصره هي كمان انها تخلي القطر يروح يجيب ميلاني. فاتفقوا معها ليتن وروس على انها تشغل ويلفرد شويه لغايه ما يكونوا هما وصلوا لميلاني بالقطر. اما ليتن وروس فراحوا الخافي ومسكوا سيف كل واحد فيهم كانوا مركونين على جنب كازينه، وراحوا قتلوا الحارسين اللي واقفين عند خافي. ومن هنا بتبدا الخطه اللي بجد، واولها ان روس وليتن اخدوا دش مريح جدا في حمام ويلفرد الفاخر، وبعدها كلم خافي بن وبدا يتكلم معاه بلغه سريه، وده لان بن حاليا معاه هو كمان
اتنين بيحرسوه ولد وبنت، فقال له خفف الخباسة انهم رايحين على ميليني عشان طبعا يخليه يغير مساره، ففهموا بين وبدأ فعلا يعمل كده. ومن الناحية التانية أليكس طلعت من السجن واعتذرت لويلفرد انها كانت ضده، وده كله طبعا عشان تخلي عينها عليه وتشغله لغاية ما يوصلوا بين وخافي بالقطر لميليني. اما ليتون وروز فباستخدام شوية معارف على حبة رشوة حرام قاموا قدروا يوصلوا لمكان في القطر شكله غريب، ولكن المهم ان بوكي كان هناك وشوية من سكان الديل كمان، واتفقوا كلهم انهم يتقسموا ويحاولوا يدخلوا ميليني للقطر. اخذ ليتون بوكي وراحوا عند الباب عشان يفتحوه لميليني لما يشوفوها، اما بين فقدر يطلع الحارس الراجل اللي كان معاه في الاوضة البرة، ولكن اتبقى البنت الحارسة اللي معاها هي كمان، فمسكوا بعض وفضلوا يتخانقوا وضرب يمين على ضرب شمال لغاية ما عرف بين يفوز عليها وكتفها كمان. وبعد كده عرف هو وخافي يتنوا بالقطر عشان يوصلوا لميليني، فحس ويلفرد بالقطر وهو بيتني وشاف من الشباك انهم قربوا على ميليني، وبدون مقدمات راح اخد شوية حراس وراحوا على لوحة التحكم اللي عند خافي في بيج أليس واللي كانت مقفولة، ففضلوا يكسروا الباب لغاية ما اتفتح. راح مسك ويلفرد الكلب اللي معاه وخلاه ياكل خافي لغاية ما مات، وبعد كده أمسك ويلفرد عجلة القيادة وزود السرعة جدا، فعرف بين ان ويلفرد اخد مكان خافي، فبدأ هو كمان يدوس على الفرامل عشان كده القطر هيمشي وميليني مش هتركب. والحال فضل على كده لغاية ما شافتهم ميليني، وده المشهد اللي شفناه من شوية. طبعا ميليني ما ركبتش، وده لان عزم بيج أليس كان اكبر بكتير من سنو بيرسر، وبالتالي القطر ما وقفش الميليني. فتعصبت أليكس جدا وراحت مطلعة موس من بقها زي البلطجية وضربت بيه رقبة ويلفرد وهربت، بس ويلفرد ما ماتش ولا حاجة، بل راح للدكاترة وخلاهم يعالجوه عادي جدا، وكمان أمرهم يخلوا جوزي تطلع تدمر لوحة التحكم اللي فيها بن عشان يموت، وقال لها لو عاوزة ترجع القطر تاني يبقى لازم تنفذ المهمة. فما كانش في حل عندها فعلا غير إنها تنفذ كلامه، وده لإنها ما تعرفش من بن أساسا. ولما طلعت راح شافها بين على لوحة التحكم فكلمها عن بعد باللاسلكي اللي فيه الخوذة بتاعتها، وقال لها انه في صف ليتن وانه كمان عاوزها في مهمة ضرورية. اما ليتن فليه هو وبوكي أليكس في طريقهم، فاخدوها وكملوا مشي لغاية ما وصلوا بروس، وقال لها ليتن كده مفيش عندنا حل غير اننا ناخد المحرك بتاع سنو بيرسر وكام عربة تانيين ونروح نجيب ميليني بنفسنا ونرجع تاني للقطر. فقالت لهم روس بس ميليني فجرت القفل وخلت بيج أليس ملزوقة في سنو بيرسر، فقال لها ان في عربة في القطر ممكن تتفك عادي جدا، فوافقوا الكل. وراح ليتن اخد تيل واللي كانت في الوقت ده عند زارة، وكمان كانت خطفة اودري وشايلها معاهم احتياطي عشان يساوموا بيها ويلفرد لو احتاجوا. فحب ليتن ياخد معاه زارة في القطر اللي هيفصلوه، لكن لانها حامل فبترفض وبتقوله ان ويلفرد مش هيعمل لي حاجة لاني حامل، فما قدرش يقنعها ليتن واخد تيل واودري وراحوا على العربة اللي محتاجين يفصلوها. وبوكي كان من تحت العربة بيحاول يفصلها يدوي، بس بيجوا رجالة ويلفرد ويفضلوا يضربوه لغاية ما بيتم القبض عليه. أما ويلفرد فحدد مكان ليتن وكان رايح له فعلا بسرعة جدا، بس جات جوزي من فوق وكسرت العربة بتاعت الأسماك اللي فيها الكل حاليا، فعلى طول انفجرت العربة لما تسرب الهواء المتلج جواها، وبكده انفصلت العربة بتاعت سنو بيرسر وسابت بيج أليس ماسكة باقي القطر. وللأسف روز ما لحقتش تركب معهم لانها اتأخرت عليهم وما كانش في وقت الانتظار. وبس يا سيدي، بعد شوية وصلوا بين واللي معاه لمكان ميليني، ونزلوا كمان أليكس وليتن وراحوا على المركز البحثي اللي في ميليني، ولما وصلوا هناك لقيوا ان ميليني مش موجودة وانها اكلت كل الفرن اللي كانوا في المكان لغاية ما كلهم خلصوا، وكمان بطاريتها كانت هتخلص، فقررت ما تشحنش بدلتها تاني وتكتفي بانها تشيل الهاردات اللي فيها البيانات في مكان دافي بالطاقة المتبقية في البطاريات، وراحت اخدت بعضها وسابت المكان وقررت تمشي برا المكان لغاية ما تخلص بطارية البدلة بتاعتها. وطبعا عرفنا الكلام ده كله لانها كانت سايبة رسالة لبنتها أليكس، فزعلت جدا أليكس لانها اتحرمت تاني من امها. بس بعد كده اخدوا هي وليتن الهاردات ورجعوا للقطر اللي فيه بين والباقي، واخيرا اول ما وصلوا ركبوا الهاردات وعرفوا من البيانات اللي فيها ان فعلا في اماكن دافية على كوكب الارض منها الدول العربية الحبيبة. وبيخلص الموسم الثاني واحنا مش عارفين هيعملوا ايه مع ويلفرد، ولا حتى متأكدين ان ميليني ماتت فعلا، بس الاكيد هو ان الموسم اللي جاي اقوى بكتير من الموسم ده، لانهم هيلاقوا في حد لسه عايش بره في التلج ليه تقريبا 8 سنين. من الشخص ده اللي هنشوفه في الموسم الجاي. وبس كده، سلام.